I'm Chris Barnes. WWCR now begins our daily Arabic language programming. كلمات حية. الآن تبدأ الإذاعة المسيحية لجميع أنحاء العالم بث برنامجنا اليومي باللغة العربية. سوف يذاع البرنامج باللغة الإنجليزية في الساعة 24 دقيقة مساء على الموجة 15 825 ميجا هرتز. الأصحاح 24. ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل. فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك ها هنا حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون، تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا، متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا، لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا ترتاعوا، لأنه لا بد أن تكون هذه كلها،